كبر هذا الطفل بلا والد رغم أنه حي. والده كان يعمل في تلحيم بوابة العنبر حيث نترات الأمونيوم. 3 أيام من العمل في المرفأ كلفت أباه البقاء في السجن نحو 3 أعوام. الساعة 2 سلم الشغل والساعة 6:30 صار الانفجار، يعني في فرق بعيد بعد السماء عن الأرض. بعدين إخلاءات السبيل تقدمت لألهن وتوافق عليها من قبل المحكمة التمييزية، بس وصلت لعند القاضي بيطار، صار في كف إيد للقاضي بيطار، انتهت المسألة، صار الموقوفين على حساب مين موقوفين لنا. طبعا الأستاذة اللي طلعت برات السجل هي المهندسة، استلمت الشغل على أكمل وجه وكل شيء تمام، نظفوا البوابة، دهانوها وكل شيء تمام أحسن ما يكون وطلعوا. ليش ما بتنقسم القضية إلى قسمين؟ القسم الأول هو قسم الأبرياء الموقفين، والقسم الثاني قسم المجرمين الفارين عن وجه العدالة. وبينما تتساقط دموع ذوي الضحايا، يتباكى معظم رؤساء أحزاب السلطة على تسييس قضية المرفأ من قبل المحقق العدلي طارق بيطار. عدم قدرة المحقق بيطار على ممارسة مهماته كما زعموا تطلب تعيين قاض رديف مهمته دراسة ملفات الموقوفين من غير المحكومين للبت بإخلاءات سبيلهم، إجراء يريح أهالي الموقوفين كما يقولون. نحن كلنا مع بعضنا سفينة وحدة، سفينة غرقت، هاي سفينة فيها أموات الله يرحمون، ناس ماتوا وفيها ناس عم بيموتوا. يا جماعة عم بعرضونا إن عنا هالضوء الأمل، عنا هاي أشخاص اللي عندهم بعد روح عم بطلع روحهم، ما منخلصهم منخليهم يموتوا كمان. نحن طلبنا إنه ينحط قاضي رديف يبت بالإخلاء سبيل تبعنا. بالنهاية الرئيس طارق البيطار ما عم يقدر يتصرف، ورئيس طارق بيطار هي الطبقة السياسية هي اللي جبته، وإذا بدنا ينحط هلأ قاضي رديف كمان هي ذات الطبقة السياسية بدها تحطه. مين قال إنه الرئيس بيطار هو منيح واللي رح يجي التاني منه منيح أو العكس؟ نحن بدنا قاضي يكون واثقين منه، يكون آدمي، ما بهمنا عوني منه عوني قوات، لأنه الرئيس سهيل عبود وقتها إجا ما إجا على أساس إنه هو عوني، والرئيس حيرة بالعالم كرمال إنه ينحط لأنه هو آدمي. بقى نحن نفس الشيء طلبنا، بدنا قاضي يبت بقضيتنا. الطرفان ضحايا عرقلة القضاء من السلطة الحاكمة، ومحامية أهالي الضحايا تنبه أهالي الموقوفين من عرقلة جديدة لمسار إخلاءات سبيل ذويهم. المادة 30 بتقول أنه الهيئة العامة لمحكمة التمييز مؤلفة من رؤساء غرف محاكم التمييز، ما بيقولوا إذا أصيل أو منتدب أو بالتكليف، يعني بيقدر الرئيس سهيل عبود ومجلس القضاء الأعلى يشكلوا الهيئة العامة بالقضاة اللي هلأ موجودين ويبتوا بطلب المخاصمة أمام الدولة بالرئيس ناجي عيد، ليبت بدعوى رد القاضي بيطار تنمشي وفقا للأصول. إذا عينوا قاضي رديف ومشيوا فيها وفقا للي عم بيقولوه، بدأ كمان يصير في ضرر على الطرف الآخر ويقدم طلبات رد، هي ذاتها يعني رح يرجع يوقف الملف. مشهد الوقفة الرمزية والمطالبة بتحقيق العدالة ليست بين الأهالي والعسكريين، إنما بين الأهالي والأهالي، كل طرف يرفع قضيته في وجه الآخر، فيما القضية الأساس هي واحدة للطرفين، قضية عملت المنظومة الحاكمة على جعلها قضيتين على قاعدة فرق تسد. دعوى المخاصمة التي قدمها نائبان في السلطة لفرملة قضية انفجار المرفأ عكست مشهدا آخر من الخصومة بين أهالي الموقوفين وأهالي الضحايا. وحدها السلطة السياسية ترتاح لهذه المشهدية، مشهدية تسهم في عرقلة العدالة من جديد، وهي العدالة التي قد تدحرج رؤوسا كبيرة إذا ما تحققت. حسين خريس، صوت بيروت انترناشونال.